بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في قناتكم مع عزيزي. بتمنى لاول مره يشوف القناه يشرفني ويشترك فيها. ساميه احمد عطيه، ده طبعا الاسم الاصلي لسما المصري. بتقول قبل 20 عام بدات حياتها المهنيه بالسفر من الشرقيه اللي هي مسقط راسها الى القاهره، وبدات العمل في الصحافه، وعملت في احدى الجرائد الصغيره. لكن في مشكله حصلت مع رئيس التحرير وقعت فيها بسبب سوء خلقه، فقررت اللجوء الى القانون. وفي ناس بتقول عرفوها وقالوا لها في محامي كبير هيساعدك وهيقف جنبك وهيحللك كل مشاكلك، اسمه مرتضى منصور. بتقول بقى وهنا دخلت في قضيه مليئه بالاحداث الصاخبه على مدار 16 عام، وقالت عملت له توكيل وممرش ايام قليله الا وصارحها مرتضى منصور باعجابه بيها وانه عايز يتجوزها. وقالت ما كناش كملنا اسبوع طبعا ورفضت الكلام ده كله. بتقول لغيت التوكيل، وقالت بعد ما اكتشفت نواياه وملحقش يعمل لي حاجه. وبعد فتره بتقول بعت لي ناس يقولوا لي ما كانش ينفع ترفضيه لان محامي كبير وهيعمل لك اللي انت عايزاه. ساعتها بتقول رديت عليهم وقلت لهم يعني ايه، هو مين ده يعمل اللي يعمله. وغيرت سما المصري ارقام هواتفها واتنقلت لسكن جديد بتقول، وظننت بكده ان القصه انتهت. لكن طبعا بتقول كل البلاغات والدعاوى القضائيه اللي كان بيعملها ضدها كله بسبب الغيرة وإنه بيحبها. سما المصري ده الكلام اللي بتقوله على كل اللي بيعمله مرتضى منصور ضدها إن هو بيحبها وهي اللي رفضته. بتقول وبعتت له رسالة قالت فيها أنا مش ليك ومش هفكر في الارتباط بيك وهسيبك تهاتي. وفي النهاية قالت له البنت بتاعت زمان ما بقتش تخاف، البلد فيها قانون وربنا بيمهل الظالم لغاية ما يورينا فيه آياته. طبعا ده كلام سما المصري قالت على اساس القناه اللي كانت فاتحاها وكل الدعاوي والبلاغات والدعاوي القضائيه اللي رفعها. بتقول على اساس ان هو كان بيحبها وهي اللي رفضته. طبعا ده كلام سما المصري والله اعلم بالحقيقه.